أستاذة هبة رجعت لنا تاني. اتفضلي يا أستاذة هبة. أستاذة هبة ألو، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ يا فين؟ نعم وفضل الحمد لله. بقول لحضرتك أنا دلوقتي عرفت إن جوزي بيشرب حشيش وكده بعد الجواز، أنا مكنتش أعرف في الخطوبة، ومقصر في مصاريف البيت هو معاه، بس يعني دايما يعني يقعد يذلني في كل حاجة كده، حتى في أكل البنت، وأهله متدخلين جدا، حتى في علبة لبن بنتي عايزين يجيبوا النوع على مزاجهم، طيب بتسأليني عن ايه؟ وبيكشف عليا بنات. بتسأليني عن ايه؟ بتسأليني عن ايه يا أستاذة هبة؟ استاذ هيبه احنا ممكن بس نوطي التليفون وتسمعيني من التليفون لو سمحت. حتى معايا بنوته الو، انا سامع حضرتك. معلش بقى انا كنت بس بقول لحضرتك وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون لو تكرمتي. ماشي حاضر. اتفضلي حضرتك بتقولي ايه؟ بتقولي انت معاكي بنوته، انت عايزه، طب عايزاني اكلمه يعني؟ لا انا خايفة مثلا اتطلق، ومثلا يعني بنتي تتحرم مثلا من ابوها ولا كده. اقول لحضرتك تعملي ايه؟ مش عارفة اعمل ايه. حاضر اقول لحضرتك تعملي ايه في الاحوال، لما في الاحوال اللي زي دي، لما حد يكون جوزها اكتشفت ان هو بيشرب مخدرات او شيء من هذا القبيل، اول حاجة لازم يبقى في وقفة، يعني هي ما تعديش المسألة كده، يعني دي مش من الاشياء التي يتغاضى عنها. تاني كده، هذا ليس مما يتغاضى عنه، شرب الخمرة وشرب الحشيش، أي شرب أي شيء بيخلي الإنسان يفقد معنى الحياة الطبيعية ويخلي حياته مش تحت إرادته وتحت اختياره، ده خطر، لأن ده بيخلي الإنسان ده حياته تفسد. وعشان كده احنا محتاجين إيه بقى؟ محتاجين ببساطة حاجة سهلة خالص خالص خالص، إن احنا نعمل وقفة ونجلس ونتكلم مع بعض. لازم نتكلم مع بعض وكلام واضح وصريح، إن أنا مش موافقة، وده ما يعتبرهوش أي نوع من أنواع النكد، بالعكس ده نوع من أنواع الحسم. في أشياء فيها حسم ودوت مش نكد. احنا مش هينفع نعيش كده، يبقى أول حاجة كده. تاني حاجة لازم تبدي إن أنت مستعدة إن أنت تقف بجنبه عشان يتخلص من المخدرات. لو قال لحضرتك إن أنا بعمل كده عشان متضايق، قولي له نخلص الضيق ده. الحاجة التالتة والمهمة إن أنت تدعي له في كل سجود، من في كل سجود في كل صلاة. التلات حاجات دول مهمين، نعمل وقفة، تبدي الاستعداد إن أنت تشاركيه في خطة الخروج من المخدرات، حاجة التالتة تدعي له. كل حاجة فيها مهمة، وما ينفعش نعمل حاجة واحدة منهم بس، لازم نعمل التلاتة، نقف نساعد ندعي. التلاتة دول أفضل طريقة للتعامل مع زوج حاول يلوث نفسه بالمخدرات، وللأسف التلويث دوت مش بيكون دخانه بره البيت، للأسف دخان الحاجات دي بيكون جوه البيت.